جطيميلو ده حنا نسكنو في دوار حقوش، وليداتنا بعاد ما عندناش ترونسبور معذبين، كنمشيو وكيجيو واخا يخرج الطوبيس ما كيبغيش يوقف عليهم. المهم مضرين وليداتنا مضرين، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده ثلاثه، كاين اللي عنده واحد غير صغير كاع ما كيعرفش كاع يمشي، خاصها ديه وتجيبو المدرسه. انتم كتشوفوا المدرسه بعيده علينا بزاف، ما عندكمش ميني بيس هنايا؟ ما عندناش، ما كاينش ميني بيس، ما كاينش ترونسبور، عا تيمشيو عا تيسير الله وصافي، تيسير الله. مره يدخلوا في الوقت، مره ما كيدخلوش، كل نهار وكيفاش. كيديروا اوتوستوب، كيديروا اوتوستوب، اللي يوقف عليهم راه كيدي خيريا من عنده كيهزهم، اللي ما بغاش يوقف راه مساكن كيمشيو على رجليهم. وكيف ما قلتي راه من كاين واحد وصلوا للمدرسه كيلقاو الباب تسد عليهم صافي. وديك الحاله الباب ملي كيتسد عليهم شنو كيرجعوا كيقولوا سير بحالك صافي، الوقت فات عليك. ومن ديك من يرجع لهنا من يبغي يرجع للمدرسه كيقافاني الوقت الثاني فات عليه، ضاعت له فاني الساعه الثانيه الوقت كامل، الوقت كامل. انا حاليا انا ولدي كيقرا بعيد، انا ولدي كيقرا مكرسين، كيقرا ولدي في النص ديال المدينه تقريبا، تيقرا مدرسه لاله مريم اللي في ولاد مبارك. اه والجوج الاخرين كيقراو في هذه المدرسه هذه ديال التجهيز، جنان جوج. اه وهذا هو المشكل اللي كاين، حنا مضرين بزاف، وليداتنا مضرين في الشتاء في الصيف في اي وقت، النص كيقراو النص بالنص، النص تمناك والنص قرايه، هذا هو المشكل. الاغلبيه مساكن ما كيشدوش الوقت ديالهم كاع في المدرسه ديالهم. حنا بغينا يتعاونوا معنا ويديروا لنا ترونسبور يخرج، راه كاين الوليدات بزاف، راه ماشي كاين غير خمسه ولا سته ولا عشره، ولا راه كاين دوار على قدو، دوار على قدو، راه الوليدات شي غادي شي جاي، شي تيشد الوقت شي ما كيشدش الوقت. والمشكل اللي عندنا حنا بغينا، حنا كنطالبوا بترونسبور يخرج عندنا، حنا ما بغينا حتى حاجه من غير وليداتنا يشدوا الوقت يقراو في الوقت. ديم رشيده دوار حقوش، شنو المشكل اللي كتعاني منه؟ تنعانيو من المشكل ديال النقل، مدرسه ما عندناش بحال اش. عاودي لينا بالتفصيل. بالتفصيل ما الوليدات تيخرجوا في الصباح ما تيدركوش الوقت، تنشيروا على المركوب اللي دايز تنشيروا عليه، كاين اللي تيحبس لينا تيهز لينا ولادنا، كاين اللي ما تيحبسش شي تيمشي، ما تيلحقوش وليداتنا في الوقت. كديروا اوتو ستوب ضروري، ولا ما كانش شي واحد اللي كيوصلهم اش كيوقع؟ تيمشيو معطلين. تيلحقهم؟ ما عندكمش لي ميني بيس؟ لا ما عندناش. ولادك كيمشيو معطلين؟ ضروري ما تيمشيو معطلين، كيخليهم يدخلوا ما تيدخلوش. انا ولدي عنده السابعه ما تي لا الحق، انت عارف الوقت الساعه اللي تيمشي فيها معطل ما يقراها شي. تيقرا في الاعدادي؟ في الاعدادي. فين؟ في مدرسه لاله مريم. شنو المطلب ديالك؟ تنطالبوا من النقل لوليداتنا الميني بيس. دابا شحال من عام انتم كتعانيوا هاد المعاناه؟ راه فوق 20 عام هادي ما كيوصلش. ما تيوصلش بالنسبه للنقل الحضاري ديال الطوبيسات شي وقت هنايا كيكون؟ ما الوقت ما تيدركوش الوقت، انت عارف الطوبيس ما تيشدش الوقت، وعاد تيسلي تيهرب عليهم ما تيبغيش يوقف ليهم، ما تيبغيش يوقف. علاش ما كايناش المحطه هنايا؟ ما كايناش المحطه، مره يوقف مره ما يوقفش. دابا المحطه شحال بعيده عليكم؟ ما كايناش نهائيا هنا، ما كايناش المحطه هنايا. السيد الطيبي، السيد الطيبي ولا بن رامي، التيرمينس ديال بن رامي. السلام عليكم، انا يا ديم عبد الله، عندي ولادي كيقراو. ديم عبد الله ايه، انا عندي ولادي كيقراو في المدرسه وما كاين لا ترونسبور لا والو، وعندنا حنا اصلا عندنا واحد البلاصه فيها الغابه، ولادنا كيخرجوا على الله، كيدير اوتو ستوب، مره كتكون الضبابه مره كتكون يعني الا خرج ما كتعرف كيهزو واحد ما كتعرف واش غادي يخطفوه واش غادي يديه للمدرسه في اوتو ستوب، كيهزو مول الموتور مول البيكوب مول الطوموبيل، يعني لا تعاطف مع شي واحد. حنا اصلا ما كنحكموش واش غادي يرك السيد واش غيديه للمدرسه، ولا ربما غيديه يخطفوه ربما كذا. بعد كاين واحد الغابه في الطريق مثلا عاوتاني هي فيها الخوف باللي ما كاينش الطريق الضوء في الطريق، كنوليو عندنا كيضطروا العائلات يتعرضوا لهم باش يجيبوهم من المدرسه. الميني بيس ما كاينش، كاين الطوبيس كيدوز على كل ساعه، واش تشدوا ولا ما تشدوش، المهم تلحق في الوقت ما تلحقش. والمحطه والاغلبيه ديال الدري مثلا باش كيمشي للمدرسه يعني عنده واحد الساعه ونص ولا ساعتين ديال الطريق، الا دا ساعتين ورجع بساعتين يعني مشى له النهار، راه كيمشي له في الطريق. هذه ابار ما كيغير ما غيمشي روطار ولا شي حاجه، وغالبا فيها الروطار، غالبا كيمشيو روطار. وفقيت الغدا كذلك كيجي عاوتاني هكا كيتزاحم في المطار ولا يدير اوتوستوب في الطريق ولا كذا، وهذه وكيجي وكيعاود يرجع. واللي عنده شي حاجه بامكانيه باش يوصل لولده راه كاينه، والاغلبيه الناس ما عندهمش ترونسبور، اغلبيه الناس ما كتلقاش طوموبيل في الدار ولا موطور. دابا شنو رسالتكم للمسؤولين؟ حنا كنطالبوا كنشوفوا بان الدوله كتقول لك راه هي كتخص القرويه، بالضبط القرويه كتخص لها ترونسبور، كتقولوا راه القرويه كيتعطاهم ترونسبور يكون. حنا حاليا ما عندناش.